ليش روما كذبت بخصوصها؟ هالبنت كتير ظريفة. ايه كتير ظريفة واكلها طيبة. طيبة كتير. مقلية. عن جد حبيتها. طيبة كتير. طعمتها مميزة. الطريقة يلي وقفت فيها مع ميرا قدام الكل ما كانت تمثيل. هي كانت شي تاني. واكيد رح اعرف شو السبب ورا هالتصرف باقرب وقت. هي ما انا خدامة. بتكون مرتي. الزواج مانو سبب ليعمل هيك، في شي تاني. لازم أعرف بأسرع وقت إذا عن جد بيحبوا بعضهم ولا لا، لأنه إذا بيحبوا بعضهم سنين تعبي بدها تروح على الفاضي وما رح استفيد. وحتى لو كانوا بيحبوا بعض فما رح خلي هالشي يدوم بيناتهم أبداً شو ما كان التمن. انتي شبك؟ ليش عم تصرخ هيك؟ شو هاد؟ هي مانا حديقة حيوانات. لك أنا قلت لك 100 مرة ما تاكلي شيبس هون. هداك اليوم وسختي التخت وهلأ وسختي الطاولة. نطفيهم. ما أكلت على التخت، قعدت على الكنباية. وين بروح بحالي؟ لك أنا رح جن. طيب ما فيني ضلني بالغرفة. براحتك اطلع. عفوا ليش لا أطلع أنا؟ لأنه المرة المنيحة بتضل بغرفة زوجها حتى لو تركها وما ضل معه. ليكي ميرا، هذا مانا وقت مزح. المدام كابور رح تقعد معنا هون بهذا البيت. لازم ما تعطيها فرصة لتتمسخر عليكي. ولا تلوميني لإلي إذا عملت هيك. قول من الأول. هلأ فهمت ليش كل هالتنبيهات. لهيك عم تضل تعطي تعليمات. عن جد؟ سألتي حالك ليش عم أعمل هيك؟ لا، بس عم بسأل حالي شو اللي غيرك كل هالقد؟ إيه معك حق. تعرفي شو؟ ايه انا تغيرت. كل شخص بهالحياة قابل للتغير ما عدا انتي. رح تضلي مثل ما انتي، كبيرة راس وما بتردي على حدا. ما رح تتطوري. يلا اعتذري مني فورا. يلا. ايه بعرف ما بيطلع منك هالحكي، ما بتحسني.